بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 57 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل المصري ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاستعانة والاستغاثة بغير الله، وما الفرق بينهما؟ كأن يستغيث هذا الإنسان بالأموات الغائبين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الاستغاثة أخص من الاستعانة، لأن الاستغاثة لا تكون إلا في أمور الشدة، وأما الاستعانة فإنها تكون في أمور الشدة وفي غيرها. والاستعانة والاستغاثة بالحي القادر على ما طلب منه جائزة، أن تستعين بأخيك الله جل وعلا في الحديث إن الله في عون العبد، في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالاستعانة بالمخلوق القادر على الإعانة جائزة، القادر الحاضر عندك وهو يقدر هذا جائز، وهو من التعاون المطلوب شرعا. وكذلك الاستغاثة في الحي الحاضر القادر على الإغاثة، كما يستغيث الرجل بإخوانه في الحرب وفي غيرها. والله جل وعلا ذكر عن موسى عليه السلام أنه استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الأموات فلا يستغاث بهم ولا يطلب منهم شيء ولا يستعان بهم، لأنهم أموات غائبون في عالم آخر، ولأنهم لا يقدرون على إعانة من استعان بهم أو إغاثة من استغاث بهم، لأنهم أموات عاجزون بحاجة، هم بحاجة إلى الدعاء لهم والصدقة عنهم والإحسان إليهم. قد انتهى عملهم، انقطع عملهم لموتهم، فلا تجوز الاستعانة والاستغاثة بهم. ومن فعل هذا فقد أشرك الشرك الأكبر ويخرج من الملة، لأن الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه شرك. هذا أمر يجب تفطن له. فمن استغاث بالأموات أو استعان بهم أو طلب منهم المدد فقد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر يخرج من الملة، لأنه صرف نوعا أو نوعين من أنواع العبادة بغير الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله من أبها يقول: ما صحة صلاة المصلي ويديه خارج أكمام الكوت أو المشلح وما شابه ذلك؟ هذا سبب ذلك المصلي وتكون أكمامه خارج، تكون يداه خارج أكمام الكوت أو المشلح، لأن هذا من الأمور التي تجري على حسب العوائد. وإنما جاء النهي أن يصلي الرجل في الثوب الواحد يطرحه طرحا ولا يدخل يديه في أكمامه خشية أن تنكشف عورته. أما إذا كان عليه ثياب غير البشت أو غير الكوت، عليه ثياب ساترة، فلا بأس بذلك. يقول فضيلة الشيخ: ما كيفية صلاة من فاتته صلاة المغرب ووافق صلاة العشاء جماعة، كأن يكون مسافر وقد جمع المغرب والعشاء، وعند دخول صلاة العشاء وجد جماعة تصلي العشاء من بداية الصلاة؟ إذا كان قد صلى المغرب فإنه يدخل معهم في العشاء ويتحقق له الجمع، صلى المغرب أولا ثم دخل مع جماعة يصلون العشاء فصلىها بعد المغرب مباشرة فهذا جمع. أما إن كان قصده أنه يدخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب فهذا لا يصلح، باختلاف الصلاتين الرباعية وهذه ثلاثية. يصلي المغرب أولا ثم يدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء ويكملها بعد سلامهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يكون ما صحة صلاة الإمام المسبل لثوبه أو المشلح حال وجود غير مسبل ولديه قدرة على الإمامة بدلا عنه، ويجيد قراءة القرآن؟ هذا يختلف، إن كان إماما مرتبا فإنه ينصح عن الإسلام، أين استمر وأبى أن يقبل فإنه يرفع بشأنه إلى الجهة المسؤولة عن الأئمة
تستبدله بغيره، وإذا كان إماما راتبا ينصح أولا، فإن امتثل الحمد لله، وإن لم يمتثل فإنه تراجع فيه الجهة المختصة باستبداله بغيره، ولا يؤم الناس وهو مسبل، لأن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، والفاعل الكبيرة يكون فاسقا، لا يجوز أن يكون إماما، لأن الإمام قدوة ويقتدي به غيره بهذه الصفة الذميمة. أما إذا كان ليس إماما راتبا وإنما جماعة اجتمعوا يريدون أن يصلوا، فيقدموا من هو أفضل من الموجودين، ولا يقدم المسلم، بل يقدمون أفضل الموجودين. نعم. يسأل أخيرا عن المصلي الذي يترك أحيانا دعاء الاستفتاح، هل تصح الصلاة؟ نعم، دعاء الاستفتاح سنة، فإذا تركه فصلاته صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل ميم عين شين يسأل ويقول: هل تصح الصلاة إذا لم يكن فيها خشوع؟ وكيف الخشوع في الصلاة؟ فأنا أحيانا أفقد هذه الصفة العظيمة، فهل صلاتي صحيحة؟ الصلاة تصح إذا أتى بأركانها، وإذا أتى بشروطها وأركانها وواجباتها، وهي صحيحة من حيث الصورة، ولكن الخشوع هذا هو روح الصلاة وهو المطلوب، ولا يكتب للعبد من صلاته إلا ما حضر قلبه فيه منها، ولكن لا يؤمر بالإعادة، لأن الخشوع أمر لا يحصل إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يتجنب الأسباب المشوشة التي تسهله عن الخشوع، كأن يصلي وهو يدافع أحد الأخبثين البول الغائط، أو يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه، أو يصلي وأمامه ما يسهله، فإنه يتجنب الأسباب المشوشة التي تشوش عليه وتذهب عنه الخشوع، فيفعل الأسباب، وحصول الخشوع هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لكنه إذا فعل الأسباب واستحضر عظمة الله عز وجل، إن هذا يجلب له الخشوع. نعم. أحسن الله إليكم هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف واو نون، يقول: حج والدي العام الماضي وكان طاعنا في السن وجاهلا بكثير من الأحكام الشرعية في الحج، وقد حصلت منه بعض الأخطاء التالية: لم يقف طواف الوداع بسبب جهله، هذه الفقرة الأولى، لم يحلق أو يقصر، ثالثا رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق جميعا في الصباح وليس بعد الزوال بسبب جهله. السؤال يبقى بعد ذلك: هل حجه صحيح وماذا نفعل الآن وقد انتقل إلى رحمة الله؟ حجه صحيح إن شاء الله، ويقدم عنه شدة عن كل هذه عن هذه الأمور. أولا طواف الوداع يقرر عليه الفدية، إن كان له تركة يهدى من تركته، وإن لم يكن له تركة وأراد أحد من أقاربه أو غيرهم أن يحسن إليه ويبرئ ذمته ويذبح عنه الفدية في مكة ويوزعها على فقراء فحسن. وكذلك رمي الجمار قبل وقته أيام التشريق لا يصح، يقدم بدله فدية إن كان له تركة من تركته، وإلا إذا تبرع له من أقاربه وغيرهم وذبح عنه الفدية عن رمي الجمرات فإن هذا أمر جيد، ولكن يكون الذبح في مكة، يكون الذبح في مكة ويوزع على الفقراء. وأما الحلق أو التقصير فهذا ترك واجبا من واجبات الحج، ويكون عليه فدية ثالثة أيضا بدلا عن الحلقة أو التقصير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سوداني مقيم بالمجمعة يقول: ذهبت من المجمعة إلى المدينة النبوية ومن ثم إلى جدة، وأحرمت من جدة بنية العمرة، هل عمرتي صحيحة أم علي شيء آخر؟ العمرة صحيحة إن شاء الله إذا كنت أديتها على الوجه المطلوب، ولكن إذا كنت يوم تذهب من المجمع تريد العمرة وأخرت الإحرام إلى جدة تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات، سيكون عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع لحمها على فقراء الحرم بدلا عن الإحرام من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. السائلون طاجين يقول: شخص أدى أيضا طواف العمرة على غير طهارة ثم أنهى عمرته وذهب إلى بلده وهو متزوج وقد حصل منه جماع، فما الحكم في هذا العمل؟ هذا باق على إحرامه، عمرته غير صحيحة فهو باق على إحرامه، قد حصل منه جماع ففسدت عمرته، فعليه أمور: أولا أن يذهب لأنه ما زال محرما، يجنب محظورات الإحرام ويذهب إلى مكة ويمضي في العمرة الفاسدة ويأتي بإنساكها
ثم يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه في الأول ويحرم منه بعمرة جديدة قضاء من عمرة الفاسدة ويؤديها على الوجه المطلوب ويذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز عن اسمه بعين ألف ألف يقول: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم المتوفى وتاريخ الموت؟ مأجورين. هذا أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور وأن تجصص، ولأن هذا من أسباب الغلو في القبور.